النهارده حسام حسن النجم المنضم حديثا للنادي الاهلي نشر الموقع الرسمي لنادي الاهلي حوار مع كابتن حسام حسن، قال فيه ان انضمامي للاهلي تاخر 15 سنه، انتمي لعائله اهلاويه وانتصارات النادي مصدر سعادتها دائما. قال أيضا كابتن حسام حسن: لم يحالفني التوفيق عندما تقدمت لاختبارات النادي في 2006، والحمد لله بعد 15 سنة حققت حلمي الذي لم أتخلى عنه يوما. تلقيت عروضا بمبالغ كبيرة، لكن الأهلي لا يقارن بأحد، ولم أتردد لحظة في الموافقة على عرض النادي الأهلي. الحقيقة الكلمة دي أو السطر ده بالنسبة لي سطر مهم جدا جدا جدا، لأنه هناك البعض كان بيحاول دائما أن هو يقول أن الجنيه بتاع النادي الأهلي زيه زي أي جنيه تاني. ما عنديش مشكلة، ولكن هناك في تفكير مختلف. يعني إيه تفكير مختلف؟ يعني ممكن يكون بالنسبة لنا الجنيه في النادي الأهلي أفضل من 20,000 جنيه بره. اللي بيفرق في الكلام اللي أنا بقوله ده إيه؟ تفكير الشخصية، التفكير والشخصية. ممكن جدا حد تاني يكون تفكيره وشخصيته لا، أنا توتو على الجنيه، هو الجنيه بالنسبة لي، هو الجنيه أهم حاجة. وعلى فكرة ما عنديش مشكلة أن حد يكون بيفكر بهذا الشكل، ما عنديش أي مشكلة خالص في هذا الأمر، ولكن أنا بتكلم على التفكير. أن بص حضرتك حسام حسن، واللي أنا عارفه طبعا، لأن أنا عارف القصة كلها من أولها لآخرها، فاللي أنا عارفه أن حسام بالفعل ما تلقى، سيبك من الزمالك وبيراميدز، او سيبك من الزمالك تحديدا، مش قصدي على الزمالك عشان برضو الناس ما تفهمش كلامي، لكن حسام اتعرض عليه مبالغ اكتر من المبالغ اللي خدها في النادي الاهلي. مش عايز اقول لحضراتكم بس مبلغ مبالغ فيه ولا حاجه، لكن هو مثلا لو بياخد جنيه في النادي الاهلي كان معروض عليه جنيه ونص، مش 2 جنيه ولا 3 جنيه ولا حاجه، كان معروض عليه جنيه ونص، ونص جنيه في المبلغ اللي كان معروض على حسام، هو نص جنيه كان كتير، كان سهل جدا جدا لو هو تفكيره وشخصيته ان الجنيه جوه الاهلي مختلف، هو اللي خلاه يمضي للنادي الاهلي، وهو اللي خلاه لا ينسى او عايز يحقق حلمه في اي وقت. لكن الجنيه، ما هو بالمناسبه النص جنيه الفرق اللي انا بتكلم فيه على حسام حسن، ما هو السنه اللي فاتت اللاعبين خدوا 5-6 بطولات، 5-6 بطولات دول يجيبوا لك اكتر من كده بكتير، وتالت العالم يجيبوا لك اكتر من كده بكتير. فهو الحقيقه دايما اللي انا بقوله، انا بس بنتهز فرصه السطر اللي انا قريته لحسام، اللي هي تلقيت عروض بمبالغ ماليه كبيره، لكن الاهلي لا يقارن باحد، ولم اتردد لحظه في الموافقه على عرض النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيجي يخش بيعرض عليك فلوس كويسه بالمناسبه، يعني النادي الاهلي من الأندية اللي بتعرض فلوس بشكل جيد، ولكن مش زيه زي هناك أندية أخرى في مصر بتدفع ضعف وضعفين النادي الأهلي، ولكن اسم النادي الأهلي ب30 ضعف، ب40 ضعف، قول زي ما أنت عايز تقول، ولكن الكلام اللي أنا بقوله ده شخصيات وتفكير، شخصيات وتفكير. ممكن شخص يقولك لا أنا أخد 10 جنيه برة وأحسن من ال5 جنيه اللي هاخدها في الأهلي. في واحد تاني يقول لك لا انا اخد 2 جنيه في الاهلي وما اخدش 5 ولا 6 بره. هي شخصيات وتفكير، لان النادي الاهلي ببطولاته بلاش بطولاته، جمهوره. تخيل حضرتك ان انت معاك في ظهرك 70-80 مليون اهلاوي. تخيل انت بتمشي في اي حته، بتروح اي بنزينه، تخش اي ماشي في الشارع، داخل مول، داخل اي حاجه، بتلاقي دايما النسبة الأكبر جاية لك وبتسلم عليك وبتقول لك أنا أهلاوي وبحبك لو أنت أهلاوي، يعني لو أنت لاعب في الأهلي. حب الناس ده لوحده بملايين كتيرة جدا جدا جدا، أحسن ما تمشي تستخبى من الناس أو تستخبى من الأهلاوية. هما مش هيعملوا لك حاجة، ولكن نظرة العين بس. نظرة العين. فالحقيقة كلام حسام حسن النهاردة خلاني أتذكر هذه المقولة، إن دايما النادي الأهلي مختلف. النادي الأهلي مش بفلوسه، النادي الأهلي على الرغم من النادي الأهلي بيراعي لعيبته جدا جدا جدا، وبيديهم مبالغ كويسة جدا 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 تتناسب مع النادي الأهلي ومع مدخولات النادي الأهلي أو الفلوس اللي بتخش للنادي الأهلي، ولكن
لقب نادي القرن لا يقدر بثمن. لقب نادي القرن او بلاش لقب او اسم النادي الاهلي ان هو يتحط على ظهرك كده والناس تقول ان انت اهلاوي، دي بالنسبه لي انا وبالنسبه للاعبين كتير جدا اعتقد ان ده شيء مختلف تماما 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 عن اي حاجه.